السلام عليكم يا دكاترة، يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم وينعاد عليكم بالخير يا رب. بإذن الله النهاردة البرازايت يعني هيبقى سيمبل خالص لو ركزنا في الشرح، ويعني احنا هنأكد على شوية حاجات كده مهمة، وفي الآخر هنحل شوية أسئلة برضو ممكن تكون موضوع الأسئلة في الامتحان، بس نركز كويس في الشرح. تمام. طيب ايه هي الستوري بتاعت النهاردة؟ الستوري بتاع البرازايت اللي احنا هنشرحه النهاردة زي اي برازايت او زي اغلب البرازايت بتبدأ في دولة تقريبا فيها اكتر من نص البرازايت اللي احنا بنتكلم عنها، وهي الدول الافريقية. الدول الافريقية طبعا مشهورة جدا ببرازايت كتير، نتيجة طبعا ان هي نسبة النظافة فيها مش قد كده، وخصوصا بيبقى فيها نسبة كبيرة جدا من البرازايت اللي بتبقى عايشة في المية، عشان خاطر الريفرز اللي موجودة هناك بتبقى دايما ملوثة وكده، لانهم بيعملوا فيهم تقريبا جميع الانشطة بيعملوها في قلب الريفرز اللي موجودة هناك، يعني بيغسلوا هدومهم، بيستحموا، بتوصل كمان انهم ممكن كمان ينزلوا اليورين والفيسز بتاعتهم في قلب الانهار دي، وكمان يشربوا منها او يستخدموها في الاكل او اي حاجة. فطبيعي ان البرازايت نلاقيها اصلا مستوطنة في الدول الافريقية بنسبة كبيرة جدا. فالبرازايت اللي احنا نشرحه النهاردة هو موجود في الدول الافريقية بنسبة كبيرة، دي اول حاجة احنا عايزين نعرفها عنه، هو الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، هو موجود في الدول الافريقية بنسبة كبيرة جدا. طيب زي ما قلنا هما كانوا بيعملوا كل حاجة تقريبا في الانهار اللي موجودة هناك، بيستحموا بقى واي حاجة بيعملوها في الريفرز اللي موجودة هناك. تمام. طيب المهم بقى من كتر الانشطة اللي بيعملوها كده في المية اللي هي مش كويسة دي، لقوا ان اغلب الناس او اغلب الدول الافريقية انتشر ما بينها مرض معين، المرض ده بيسبب لهم عمى. تمام. فسبب لهم عمى، طب العمى ده انتشر فجأة، يعني هما يعني ما وجدوش علاقة ما بين المية والعمى، يعني مش اي حد ينزل المية يجيله بلايندنس او يعمى يعني. فقرروا ان هما يشوفوا مثلا ايه السبب في المرض ده، فلما خدوا عينة مثلا من التشو بتاع الشخص المريض او مثلا عملوا له عينة بلاد او كده يشوفوا هل في مثلا بارازيتيك انفكشن ولا لا، لقوا فعلا ان في بارازايت بينتقل للناس دي بطريقة معينة هنعرفها دلوقتي، والبارازايت ده هو اللي سبب لهم العمى اللي انتشر بنسبة كبيرة في الفترة دي. تمام. طيب وجدوا كمان ان البرازايت ده مش بيتنقل دايركت، يعني مش بيتنقل دايركت من المية، مش اول ما ينزلوا المية بيتنقلهم، لا هو ليه علاقة بالمية بس علاقة بعيدة شوية، ان هو اصلا بيتنقل عن طريق فيكتور، يعني بيتنقل عن طريق حشرة، والحشرة دي بتبقى موجودة على الجوانب بتاع الريفرز او على الجوانب بتاع الانهار، بتبقى عايشة في الجراسز او بتبقى عايشة في الحشائش اللي موجودة على جوانب الانهار. تمام. طيب الحشرة دي برضو هنعرف اسمها دلوقتي، خلاص هي شبه الدبانة كده هنعرف برضو اسمها دلوقتي. تمام. طيب ايه بقى هو البرازايت بتاعنا او البرازايت بتاع النهاردة؟ البرازايت بتاع النهاردة بيعمل ديسيز اسمه أونكو سيركيزيس او اسمه ريفر بلايندنس. يبقى الديسيز اللي بيعمله البرازايت بتاع النهاردة اسمه أونكو سيركيزيس أو ريفر بلايندنس. طب ريفر بلايندنس وعرفناها، إيه بقى أونكو سيركيزيس دي؟ أونكو سيركيزيس يا دكاترة نسبة إلى أونكو دي يعني بتساوي كلمة تيومر. تمام. أو أونكو سيركيزيس على بعضها بتساوي كلمة تيومر أو نوديول، نسبة إن البرازايت اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة يعني الكلينيكال مانيفستيشن او الاعراض الواضحه ليه جدا ان هو بيسبب حاجه بتبقى شبه التيومر كده او شبه النوديول او الكلكعه بتبقى موجوده في السكن. خلاص يا دكاتره، فدي بقى السر بتاع التسميه. خلاص. يبقى ده السيز اللي بيعمله البارازايت، وزي ما قلنا بيعمل حاجه اسمها ريفر اي بلايندنس، دي حاجه مشهوره جدا. طيب البارازايت بقى اللي بيسبب الديسيز ده اسمه ايه؟ اسمه اونكو سيركاريا، سوري اونكو سيركا فولفولوس. اسمه ايه؟ أونكو سيركا فولفولوس. أونكو سيركا بيعمل ديسيز اسمه ايه؟ أونكو سيركايزيس أو ريفر بلايندنس. خلاص. يبقى أونكو سيركا بيعمل أونكو سيركايزيس أو ريفر بلايندنس. خلاص. يبقى اسمه أونكو سيركا فولفولوس. طيب فولفولوس دي بقى يعني جت منين؟ جت ان البارازايت ده
لما بيبقى متواجد جوه جسم الانسان، زي ما قلنا ان هو بيعمل حاجه شبه التيومر او النوديول، هو بيبقى عايش جوه التيومر او النوديول ده، والفيميلز بتبقى عايشه جواها وبتبقى لافه نفسها، لان نظرا ان البرازايت بيبقى طويل شويه فبيبقى لافف نفسه، فلافف نفسه معناها فولفلس، فولفلس يعني البرازايت بيبقى ملفوف حوالين نفسه. خلاص عشان خاطر تفتكروا الاسم افتكروها من شكل البرازايت. خلاص يا دكاتره، يبقى فولفلس البرازايت بيبقى ملفوف حوالين نفسه في قلب النوديول او التيومر ده. خلاص طيب نيجي بقى للبوينت بتاعتنا. اول حاجه في البوينت عندنا اول حاجه الديسيز. ايه هو الديسيز اللي بتعمله؟ قلنا دلوقتي اللي هو اونكوسيركايزس. ايه اونكوسيركايز او ايه او ريفر بلايندنس. مهم الاسمين جدا جدا جدا، واكيد اكيد هيسالكوا فيهم، وخصوصا الريفر بلايندنس لان هي بعيده عن الاسم بتاع البارازايت. خلاص يا دكاتره، يبقى نفتكر كويس ان الاونكوسيركايزس هو ايه، هو الريفر بلايندنس بيسببهم الاونكوسيركا فولفلس. خلاص يبقى ده برضو سؤال مهم. طيب بعد كده عندنا جيوغرافيكال ديستريبيوشن، هي موجوده فين؟ زي ما قلت في البداية او قلت في الستوري بتاعتنا ان هي بتبقى موجودة في الدول الافريقية بنسبة كبيرة جدا. تمام، موجودة في الدول الافريقية بنسبة كبيرة جدا، دي اول حاجة. كمان بتبقى موجودة في سنترال امريكا. خلاص بتبقى موجودة في سنترال امريكا بس بشكل اساسي في الدول ايه، في الدول الافريقية. خلاص يا دكاترة. طيب بعد كده عندنا تالت نقطة معانا اللي هنتكلم فيها حبة كده، اللي هي نقطة المورفولوجي، وبعدين برضو نقطة اللايف سايكل والباثولوجي والكلينيكال بيكتشر والدياجنوزيس. هو مش قال، ما قالش عنها حاجة في لما شرحوا لكم البارازايت في الكلية، فانا مش هقول حاجة في الدياجنوزيس، وعندنا تريتمنت في الاخر هنقوله بإذن الله. تمام طيب نيجي بقى لنقطة ايه، نقطة المورفولوجي بتاع البارازايت. عندنا البارازايت يا دكاترة مش هيرمافرودايت. احنا قلنا لما نيجي نشرح اي مورفولوجي المفروض نفتكر كده مع بعض الاول، هل البارازايت ده هيرمافرودايت يعني خنسة، ولا هو سيبرت سكسس؟ لا يبقى هو مش هيرمافرودايت، يعني هنلاقي سيبرت سكسس. خلاص يعني في منه ميل وفي ميل، عشان خاطر مثلا لما يجي سؤال في العملي يجيب لنا صورة البارازايت نعرف احنا بنقول ايه، ما نقولش ما نشرحش على حاجة واحدة بس، لا احنا عارفين ان هو سيبرت سكسس فهنشرح ميل لوحده في ميل لوحده. خلاص طيب اي مورفولوجي احنا قلنا مش هنقول كلام، احنا دايما هنركز على صورة، حتى لو مش جايب لكم صور في الداتا او مش جايب لكم صور في الكتاب، لازم احنا ندور دايما على صورة عشان خاطر نفهم منها البارازايت. تمام طيب عندنا يا دكاترة البارازايت موجود في ثلاث صور. ايه هما الثلاث صور؟ اول حاجة عندنا اللي هي هتبقى ايه، اول حاجة معانا هي الادلت. خلاص وبعدين معانا حاجة اسمها مايكروفلاريا، وعندنا ثالث حاجة حاجة اسمها اللارفا. خلاص يبقى البارازايت بتاع الانكوسيركا فولفلس موجود في ثلاث اشكال، اول شكل طبعا الادلت، ثاني شكل المايكروفلاريا، ثالث حاجة اللي هي اللارفا. طيب عندنا اول حاجة معانا اللي هي ايه، اللي هي الادلت دي. خلاص الادلت يا دكاترة ثانية واحدة، تمام الادلت في منها ايه، في منها طبعا ميل وفي ميل، مش احنا قلنا ان هي تبقى سيبرت سكسس، ففيها في ميل وفيها ميل. خلاص زي اي فيميل وميل دايما الفيميل بتبقى ايه، بتبقى اكبر من الميل. خلاص دي حاجة عارفينها، فالفيميل هتبقى اكبر من الميل، وفي ارقام كده حاططها لكم لو عايزين تحفظوها احفظوها، لو مش عايزين براحتكم ما تحفظوهاش. الكلام اللي انا بقوله في المورفولوجي ده مهم للعملي، لان المورفولوجي غالبا الاسئلة بتبقى عليه في العملي اكتر. خلاص طيب يبقى دلوقتي عندنا الفيميل اكبر من الميل. طيب شكلها اصلا عامل ازاي؟ قالك ان هي بتبقى شبه الحبل، بتبقى ثريد لايك زي ما انتم شايفين في الصوره، هي فعلا شبه الحبل يعني ملفوفه حوالين بعضها كده، شايفين عامله زي حبل، شايفين دي كلها، دي كلها في ميل، اللي ملفوفه حوالين بعضها دي كلها في ميل، بينما الحاجه البسيطه دي ده الميل بس. متخيلين شايفين فرق ما بين الطول؟ فالفيميل يا دكاتره طويله جدا، عشان كده سميناها اونكوسيركا فولفلس. ليه اونكوسيركا فولفلس؟ لما قلت لكم فولفلس دي معناها ان هي بتبقى متواجده ملفوفه حوالين بعضها، الفيميل بتبقى ملفوفه حوالين بعضها جوه ايه، جوه النوديول او جوه التيومر اللي بتعمله. خلاص الحاجه اللي هي شبه التيومر، عشان كده سميناها فولفلس نظرا ان هي طويله فبتلف نفسها. تمام فالفيميل اكبر وبتبقى ثريد لايك، الفيميل والميل بيبقوا ثريد لايك يعني شبه الحبل، كمان بيبقى عندهم تابرنج اندس او تابرنج اكستريميتس، يعني النهايات بتاعتهم دي بتبقى ايه، بتبقى مدببه. تمام يا دكاتره، يبقى ده بالنسبه ايه، بالنسبه للادلت. يبقى الادلت ميل وفيميل، الفيميل
اكبر من الميل. تاني حاجه المورفولوجي، عندنا المورفولوجي واضح شبه ايه؟ شبه الحبل ثريد لايك. خلاص تاني حاجه عندنا ان عندهم الاثنين تابرنج اندز، خلاص يبقى الاثنين ايه؟ تابرنج اندز. طب لونهم بقى ايه؟ لونهم بيبقى قال لك ان هو بيبقى وايت او كريمي، يعني نفس الحاجه بيبقى لونهم ابيض او كريمي كده. هوريكم يا دكاتره لونهم الحقيقي، لان دي صوره عاديه يعني صوره دايجرام عادي، هوريكم صوره حقيقيه للبرازايت هتشوف فعلا ان لونه بيبقى وايت او ايه او كريبي. خلاص يبقى ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للقضم. نيجي تاني مرحله معانا، هي مرحله الايه؟ المايكروفلاريا. المايكروفلاريا هي شبه الادلت، بس بتفرق عن حاجه واحده بس، ان هي انشيتد والتيل بتاعها بيبقى مفهوش حاجه اسمها نيوكليول. يبقى التيل بتاع هي اول حاجه انشيتد. يعني ايه انشيتد؟ بص يا دكاتره، دلوقتي احنا خدنا بارازايت اسمه ايه؟ اسمه الفلاريز، كان بيعمل مرض اسمه الفلاريز اللي هو اللوشاريا بانكروفتي. خلاص اللوشاريا بانكروفتي دي لو تفتكروا كانت ليها برضو مايكروفلاريا، من ضمن المورفولوجي بتاعها كان في مايكروفلاريا. معروف عندنا ان اي مايكروفلاريا بتبقى مكونه حوالينها كده شيت، بتبقى عامله حواليها شيت او محاوطه نفسها بكيس كده. خلاص لكن المايكروفلاريا الوحيدة اللي مش حواليها شيت هي المايكروفلاريا بتاع الأونكوسيركا فولفوس. دي حتة مهمة جدا ممكن يسأل فيها، ممكن يقولك ترو فولس او كده، يقولك مثلا ان المايكروفلاريا بتاع الأونكوسيركا فولفوس شيتد، فتقوله انت لا فولس، لان هي بتبقى انشيتد. فدي نقطة مهمة ان احنا نعرفها، ان هي انشيتد والتيل بتاعها ما بيبقاش فيه نيوكليوي. خلاص يبقى دلوقتي المايكروفلاريا بتاع الأونكوسيركا فولفوس اهم حاجة نعرفها ان هي انشيتد والتيل بتاعها ما فيهوش نيوكليوي زي باقي المايكروفلاريا بتاع البارازايتس. خلاص نقطة مهمة. طيب تالت مرحلة معانا هي المرحلة بتاع ايه؟ بتاع اللارفا. اللارفا مش متكلم عنها اصلا، ومش جايب لكم سيرتها اصلا سواء في الشرح او في الكتاب او في الداتا، لكن انا حبيت اقول لكم عنها عشان خاطر هي هيذكرها يعني في اللايف سايكل، فتبقوا عارفين ان في مرحله اسمها ايه؟ مرحله اسمها لارفا. خلاص اللي هي مرحله اليرك، اصغر مرحله. يبقى دلوقتي يا دكاتره معانا ثلاث مراحل، عندنا المورفولوجي ثلاث حاجات. عندنا اول حاجه الادلت، الادلت قلنا ميل وفيميل، الميل اكبر من سوري الفيميل اكبر من الميل، الاثنين بيبقوا ثريد لايك شبه الحبل، والاثنين بيبقى عندهم تابرنج اندس، لونهم بيبقى وايت او كريمي. خلاص طيب تاني حاجه المايكروفلاري، اهم حاجه نعرف ان هي ايه؟ انشيتد ومفيش نيوكلياي في التيل بتاعها. خلاص تالت حاجه اللارفا، نعرف بس ان هي اصغر مرحله بس، مش نعرف اكتر من كده، هنكمل كلامنا عنها في اللايف سايكل. خلاص طيب انا كنت بقول لكم هوريكم صوره للبرازايت الحقيقي، اهو شايفين يا دكاتره دي اهي، دي كلها فيميل 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 فيميل، الحاجات الملفوف حوالين بعضها دي مش كذا برازايت، لا كل كره منها فيميل. شايفين مدى طولها قد ايه؟ عشان كده سميناها فولفلس، عشان هي طويله فبتلف نفسها فسميناها أونكوسيركا فولفلس. تمام يا دكاتره؟ ولونها ايه؟ لونها ايه؟ وايت او كريمي. خلاص ده الشكل الحقيقي، يعني دي احنا واخدينها عازلينها كده من جسم عيان عنده ايه؟ عنده أونكوسيركايز. خلاص طيب دي نقطة المورفولوجي خلص. نيجي بقى للنقطة اللي بعدها، وهي نقطة ايه؟ نقطة اللايف سايكل. اللايف سايكل بتاعتنا يا دكاترة بتتكون من ايه؟ عندنا اول حاجة احنا قلنا في بداية الستوري ان هم اكتشفوا ان البرازايت ده بيتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق فيكتور. خلاص والفيكتور ده يعني حشرة، والحشرة دي قلنا هنقول ايه؟ هنقول اسمها. خلاص طيب يبقى اول حاجة معانا هي الحشرة دي. خلاص يبقى اول حاجه معانا هي الحشره دي اللي هنقول اسمها دلوقتي، يبقى معانا حشره. تمام طيب تاني حاجه معانا هيومن، معانا هيومن سليم خلاص ما عندوش أونكوسيركايزس. خلاص يبقى معانا حشره ومعانا هيومن سليم. على فكره اللايف سايكل بتاعتها اشبه بكتير لللايف سايكل بتاع الملاريا. تمام فهي دكاتره اللايف سايكل بتاعتها اشبه لللايف سايكل بتاع الملاريا، هنلاقي برضو جزء من اللايف سايكل هيكون جوه جسم الحشره اللي معانا دي، وجزء من اللايف سايكل هيكون جوه جسم الهيومن. تمام طيب احنا قلنا اول حاجه معانا حشره، تاني حاجه معانا هيومن سليم خلاص، وبعد كده معانا ادلت ميل وفيميل اللي هي المورفولوجيكال فورمز، معانا ادلت ميل وفيميل، وبعدين معانا مايكروفلاريا خلاص، بعدين معانا حشره سليمه خلاص يعني حشره ما فيهاش البارازايت، وبعدين معانا لارفا، وبعدين بعد اللارفا دي كده خلصنا الحاجه.
يبقى دلوقتي عندنا اللايف سايكل عبارة عن ايه؟ معانا اول حاجة الحشرة اللي هي بتاعتنا دي. الحشرة بتاعتنا دي يا دكاترة قالك ان هي بتبقى شبه الدبانة او الفلاي، خلاص، وسميناها بلاك فلاي. بلاك فلاي وليها اسم تاني هو رخم حبتين، يعني هو رخم بس هنعرفه، يعني اسمه سيميوليوم. خلاص، فانا يعني عملت حاجه كده عشان نفتكرها، قالك ان هي بلاك فلاي سودا شبه السم، فنسميها سيميوليوم. يبقى هي بلاك فلاي سودا شبه السم، فتبقى سيميوليوم. خلاص، يبقى الحشره او الفيكتور بتاع الانكوسيركس او بتاع الانكوسيركس فولفلس هيبقى ايه؟ بلاك فلاي سودا شبه السم، اسمها سيميوليوم. تمام، فنركز مع بعض عشان نطلع الحاجات بتاع ايه، بتاع اللايف سايكل من غير ما نبص على الكلام. يبقى معانا اول حاجه كده الفيكتور هيبقى ايه؟ هيبقى سيميوليوم. كده بدات اللايف سايكل جوه جسم الهيومن. عندنا السيميوليوم دي او البلاك فلاي دي بتبقى عايشه على الجراس اللي موجود على جوانب الانهار، خاصه في الدول الافريقيه. تمام، طيب هي بقى الناس اللي بتنزل تعوم، لو الحشره دي جواها البارازايت بيبقى جواها البارازايت بتاع ايه؟ بتاع الانكوسيركس، بس بيبقى جواها البارازايت في اي بقى مورفولوجيكال فورم؟ قالك ان هي بيبقى جواها البارازايت في اللارفال فورم، يعني بيبقى فيها اللارفا بتاع البارازايت. طيب بيبقى فيها اي مرحله من اللارفا؟ قالك بيبقى فيها الثيرد ستيج لارفا. يبقى دلوقتي عندنا البارازايت بتاع الانكوسيركس او الحشره دي اللي هي دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها الثيرد ستيج لارفا بتاع البارازايت. طيب بعدين كده عندنا الحشره فيها الثيرد ستيج لارفا بتاع البارازايت، جت الحشره دي على جسم هيومن كان بيعوم في النهر ده وقرصته. طبعا هي بتاخد البلاد ميل، وهي بتاخد البلاد ميل نزلت من السلايفا بتاعتها، نزلت ايه؟ نزلت الثيرد ستيج لارفا جوه البلاد بتاع الهيومن، طيب او جوه السكين بتاع الهيوم. قالك بقى ان اللارفا دي او البارازايت عموما بيحب يعيش في السبكيتينيوس تيشو، يبقى البارازايت بيحب يعيش في السبكيتينيوس تيشو بتاع الهيومن. اذا الهابيتات بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى السبكيتينيوس تيشو بتاع الهيومن. يبقى احنا عمالين نطلع مع بعض اهو، قلنا الفيكتور هتبقى ايه؟ السيميوليوم. تاني حاجه الهابيتات هيبقى ايه؟ هيبقى السبكيتينيوس تيشو بتاع الهيومن. خلاص، دي حاجه. طيب دلوقتي عندنا دخل جوه السبكيتينيوس تيشو بتاع الهيومن، اللارفا هتفضل في السبكيتينيوس تيشو لحد ما تتحول لادلت ميل وفيميل، ادلت فيميل وادلت ميل. خلاص، طيب هتحول لادلت فيميل وميل، وبعدين هيحصل ما بينهم ايه؟ هيحصل فيرتيلايزيشن، وبعدين الفيميل هتنزل ايه؟ هتنزل المايكروفلاريا بتاعتنا. يبقى بعدين الفيميل هتنزل المايكروفلاريا، ده كله ايه؟ ده كله في السبكيتينيوس تيشو. طيب المايكروفلاريا بقى مش هتقعد في السبكيتينيوس تيشو، لكن هتتوزع في مختلف اجزاء الجسم. مثلا هتروح البلود، وهتروح مثلا عند اليورين، وهتروح للسبيوتم، وهتروح لايه؟ لكل الاورجانس اللي موجوده في الهيومن ده، عشان خاطر تعمل له انفكشن. خلاص، بس اشهر مناطق بتروح على البلود، بتروح على اليورين، وبتروح على السبيوتم. خلاص، طيب المايكروفلاريا موجوده دلوقتي في البلود في شخص كده، الشخص ايه بقى؟ معدي. خلاص، ان هو عنده مايكروفلاريا موجوده جوه البلود. طيب الشخص ده جاب بقى حشره تانية، سيميوليوم تانية بس ما فيهاش البارازايت، جت على الشخص اللي هو المعدي ده، وهتاخد البلاد ميل، تقوم واخده في البلاد ميل بتاعتها ايه؟ هتاخد فيها ايه يا دكاتره؟ هتاخد فيها المايكروفلاريا اللي هي موجوده في البلاد. خلاص، يبقى الحشره خدت ايه؟ المايكروفلاريا اللي موجوده في البلاد بتاع الشخص المعدي. تمام، طيب دلوقتي هنبدا بقى اللايف سايكل بتاعتنا اللي هتبقى جوه جسم الحشره. هي خدت المايكروفلاريا دلوقتي جوه جسمها زي اللايف سايكل بتاع الملاريا. المايكروفلاريا هتعدي من الميد جت بتاع الحشره، هتعدي من الميد جت بتاع الحشره، بعدين المايكروفلاريا دي هتتحول، بعد ما تعدي تتحول للفيرست ستيج لارفا، وبعدين السكند ستيج لارفا، وبعدين في الاخر الثيرد ستيج لارفا. خلاص، طيب بعد كده بقى متحول الثيرد ستيج لارفا، خلاص بقى هتروح على ايه؟ هتروح على السليفري جلاند، او هتروح على بق الحشره دي،
هتهاجر السيرد ستيج لارفا دي تروح على سليفر جلاند او بق الحشره. الحشره دي بقى لما تيجي ايه تعدي بقى تعدي شخص تاني سليم هتروح مثلا عشان تاخد منه بلاد ميل فتقوم منزله فيه ايه تقوم منزله السيرد ستيج لارفا برده في السبكوتينيس تيشو بتاعه واللايف سايكل تاني نفسها من جديد. طيب كده فهمتوا اللايف سايكل. طيب يا دلوقتي بقى نيجي نطلع الحاجات بتاع اللايف سايكل. معانا اول حاجه ايه؟ معانا اول حاجه الهابيتات بتاع هي عايشه فين. قلنا بتحب تعيش في السبكوتينيس تيشو بتاع الهيومن، خلاص دي حاجه. طيب الحشره قلنا ان هي بتبقى كبيره جدا، بتبقى طويله جدا، فهي يا دكاتره عشان خاطر طويله جدا فبتبقى ايه بتبقى كويلد او فولفلس او بتبقى لفه نفسها جوه ايه جوه التيومر او النوديول اللي بتعيش جواها دي، خلاص. طيب يبقى هي بتعيش في السبكوتينيوس تيشو بتاع الهيومن، دي حاجه. تاني حاجه معانا يا دكاتره هي الديفينيتيف هوست. الديفينيتيف هوست معانا هيبقى الهيومن. بعد كده معانا الفيكتور. الفيكتور ايه اللي نقل البارازايت؟ هيبقى ايه؟ هيبقى اللي هو البلاك فلاي، البلاك شبه السم فنسميها سم يوليام، سم يوليام، تمام، سيم يوليام، خلاص. فده الفيكتور بتاع البارازايت. طب هو نقل ايه؟ ايه الانفكتيف ستيج اللي نقلها للهيومن؟ نقل له ثيرد ستيج لارفا. يبقى مهم نعرف الثيرد ستيج لارفا، هو مش كاتبها عندك بس تعرف ان هي ايه، تعرف ان هي الثيرد ستيج لارفا، خلاص. طيب بعدين بقى عندنا اخر حاجه المود اوف انفكشن. الشخص ده اتعدى ازاي؟ اتعدى لما هو كان في النهر مثلا والبلاك فلاي دي قرصته، تمام. ده يا دكاترة باختصار كانت النقطة بتاع اللايف سايكل، اتمنى ان تكونوا فهمتوها. نيجي بقى للنقطة اللي بعدها اللي هي النقطة المهمة جدا، هي نقطة ايه؟ نقطة الباثولوجي، خلاص. طيب عموما يعني كده الباثولوجي بتاع الانكوسيركس فولبلس بيبقى سببه ايه؟ بيبقى سببه ان دلوقتي عندنا في جسمنا مايكروفلاريا، وقلنا ان المايكروفلاريا دي يعني بتنتشر في جميع انحاء الجسم، خلاص، وجزء منها بيبقى موجود في السبكوتينيوس تيشو وجزء برضو من الادلت بارازايت بيبقى موجود في السبكوتينيوس تيشو وجزء منها بيروح على البلد وجزء منها مثلا بيروح على الديفرنت اورجنز وكده، فهي منتشر. فاي مكان هتروح فيه او اي مكان هتتواجد فيه هتعمل ايه؟ الجسم هيستجيب. هيستجيب بايه؟ هيستجيب بالانفلاماتوري رياكشن اللي هو التفاعل المناعي، ويطلع خلايا مناعيه عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يدافع عن نفسه. فاي باثولوجي او اي كلينيكال بيكتشر هيحصل هيبقى نتيجه ايه؟ هيبقى نتيجه الانفلاماتوري رياكشن ده. طيب احيانا المايكروفلاريا دي يا دكاتره بتموت، خلاص، سواء بقى كانت مثلا في السبكوتينيوس تيشو او كانت في اي مكان في البلد او في اورجان معين مثلا بتموت. طبعا برضو الجسم بيطلع مناعه ضدها فبيتجمع حواليها وبيعمل مثلا نوديول او بيعمل اي حاجه او اي ليشن في اي اورجن، خلاص. بس وجدوا ان اكتر حاجتين بيتاثروا بالمايكروفلاريا دي او بيتاثروا بالانكوسيركس فولبلس هما حاجتين اللي قلناهم في الاول اللي هما ايه يا دكاتره؟ عندنا اول حاجه معانا هتبقى ايه؟ السكن، خلاص، لان هي بتعيش فين؟ بتعيش في السبكوتينيوس تيشو، فطبيعي السكن يبقى اكتر اورجن متضرر من الموضوع فهتأثر على السكن بنسبة كبيرة. هنعرف ايه السكن مانيفستيشنز اللي هتعملها، خلاص. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة هتأثر عليها بنسبة كبيرة جدا هي العين، خلاص. مش اصلا الديسيز اللي بتعمله اسمه ايه؟ اسمه ريفر بلايندنس. فالبلايندنس ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في العين، فطبيعي اكبر حاجة تأثر عليها هتبقى ايه؟ هتبقى العين. فبالتالي اكتر حاجتين بيتأثروا السكن وايه؟ والعين. سهلين جدا وجايين من اسم وجايين من مكان البارازايت اللي بيعيش فيه بنسبة كبيرة، خلاص. طيب نبدأ أول حاجة معانا هي ايه؟ هي السكن. برضو قلنا أي حاجة في الباثولوجي تبقى نتيجة ايه؟ نتيجة انفلاماتوري اكشن. انفلاماتوري اكشن حصل في السكن. طيب الجسم طلع ايه؟ طلع انتيجينز او طلع انتي بوديز عشان خاطر في انتيجينز. الانتيجينز اللي معانا هتبقى ايه؟ هتبقى المايكروفلاريا اللي هي الجسم الغريب. انتيجين يعني جسم غريب، فالجسم طلع ضده انتي بودي عشان يدافع عن نفسه، فحصل انتيجين انتي بودي اميون كومبلكس، يعني كون حاجه كده اسمها انتيجين انتي بودي. الانتيجين مسك مع الانتي بودي فكون حاجه اسمها اميون كومبلكس. الاميون كومبلكس ده برضو بيعمل ايه؟ بيعمل انفلاماتوري رياكشن، يعني بقى نلاقي السكين احمر بقى والشخص ده بدا يهرش ومش عارفه ايه. فدي حاجات كده خفيفه في الاول، خلاص. يبقى دي بالنسبه للسكين. طيب حاجه مهمه بيعملها كمان في الباثولوجي البارازايت حاجه اسمها سوده. البارازايت ده بص يا دكاتره
كمية السواد اللي منتشرة فيه كبيرة جدا. أول حاجة كانت معانا سودة، كانت ايه؟ كانت البلاك فلاي، قلنا ان هي سودة شبه السم فسميناها سيم يوليام، خلاص يبقى دي أول حاجة سودة معانا. تاني حاجة بيعملها سودة في الباثولوجي اسمها سودة، برضو السودة دي برضو عبارة عن ايه؟ عبارة يا دكاترة عن ايه؟ هو ديسيز برضو بيبقى كومن جدا في اليمن، وبيحصل برضو انفلاماتوري اكشن، بس انفلاماتوري اكشن كبير، هايبر اكتيف انفلاماتوري اكشن، بيبقى كبير جدا خاصة في السكين بتاع الليج، تمام، خاصة في السكين بتاع الليجز مهمة جدا جدا حتة السودة دي. يبقى الباثولوجي عندنا حاجة بتحصل اسمها سودة، قلنا البرازيت ده يعني اللي هو الانكوسيركاس فولفاس مليان بالسواد، عندنا البلاك فلاي، وعندنا تاني حاجة اللي ايه؟ السودة. خلاص السودة دي ده كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن هايبر اكتيف انفلاماتوري اكشن، ومهم بيحصل فين؟ بيحصل فين؟ بيحصل في السكين بتاع الليجز، هوريكوا صورة عليه دلوقتي. خلاص كل حاجة من اللي انا بقولها دلوقتي هوريكوا عليها صورة. يبقى دلوقتي السودة هي عبارة عن هايبر اكتيف انفلاماتوري اكشن، بيحصل فين؟ بيحصل في السكين بتاع الليجز. موضع سؤال جدا، يقول لك بيحصل فين؟ تقول في السكين بتاع الليجز. طب هي نتيجة ايه؟ نتيجة هايبر اكتيف انفلاماتوري اكشن. هايبر اكتيف انفلاماتوري اكشن اصلا يعني دي بتبقى حاجة عامة في كل الحاجات بتاع الباثولوجي، لان قلنا اي باثولوجي في الموضوع ده بالذات بيبقى سببه الانفلاماتوري اكشن، بس في السودة بيبقى هايبر اكتيف شوية، وبيبقى منحصر في ايه؟ في السكين بتاع الليج. خلاص طيب تالت اورجن هتأثر عليه اللي هو الاي. طيب هتعمل ايه في الاي؟ برضو انفلاماتوري رياكشن. طيب الانفلاماتوري رياكشن ده هيعمل ايه؟ طبعا هيبوظ الاي. طب هيبوظها ازاي؟ الانفلاماتوري رياكشن ده حصل نتيجه ايه اصلا؟ نتيجه ان البارازايت راح عاش المايكروفلاريا دي، راحت عند الاي وعاشت فيها وماتت فيها، ماتت في الاي. خلاص طيب بعد ما ماتت في الاي طبعا الجسم اتصرف وطلع ايه؟ طلع خلايا مناعيه. طيب هو طلع خلايا مناعيه فحصل انفلاماتوري رياكشن في الاي، فالاي دي طبعا هيحصل فيها اديما، هتنتفخ كده، وهيحصل فاسكولار تشينجز، طبعا ممكن تقل مثلا الفاسكولاريتي ليها، فعشان كده ممكن يحصل حاجه اسمها ريفر بلايندنس، او الشخص ده يعمى تماما. يعني الموضوع ده المرض ده خطير جدا جدا جدا، شخص ممكن ايه؟ يعمى. خلاص يبقى ده بالنسبه للاي. هنستفيد اكتر في الكلام في الكلينيكال بيكتشر. خلاص يبقى ده بالنسبه للاي. عندنا كمان الليمف نودز، هل المايكروفلاريا مش ممكن ما تر... يعني مش ممكن هي تروح على الليمف نودز عادي؟ مش احنا قلنا تنتشر في الجسم، طبيعي ان هي تروح على الليمف نودز. هتروح على الليمف نودز ممكن تسدها، تموت فيها ويحصل انفلاماتوري اكشن فتسدها، فيحصل حاجه اسمها اوبستراكتيف ليمفادينايتس، يعني تسد الليمف نودز ويتجمع الليمف جوه الليمف نودز، بتعمل حاجه اسمها اوبستراكتيف ليمفادينايتس. خلاص طيب اخر حاجه بقى معانا في الباثولوجي حاجه اسمها الانكو سيركوما. نركز، الانكو سيركوما يا دكاترة دي سيركوما، انكو سيركوما بتساوي كلمة تيومر، يبقى انكو سيركوما بتساوي ايه؟ بتساوي كلمة تيومر او نوديول. يبقى انكو سيركوما بتساوي كلمة تيومر او نوديول، برضو نتيجة ايه؟ نتيجة مثلا احنا دلوقتي قلنا البارازايت الفيميل بتبقى عايشة في ايه؟ في نوديول في السبكيوتينيس تيشو. ليه نوديول او ليه هي بتعمل نوديول؟ لان هي بتبقى طويله جدا فبتلف نفسها فولفلس، بتلف نفسها فايه؟ فالمكان اللي بتبقى موجوده فيه عشان هي كبيره في السبكيوتينيس تيشو فبتعمل شبه نوديول كده. خلاص طيب هي عملت نوديول، النوديول دي بنسميها اونكوسيركوما. امتى بنسميها اونكوسيركوما؟ لما النوديول دي بيحصل حواليها انفلاماتوري رياكشن، والانفلاماتوري رياكشن ده يا دكاتره بيحصل فيه كالسيفيكيشن خلاص وفايبروزس. يبقى دلوقتي عندنا الايه؟ الفيميل بتاع البارازايت موجوده في السبكيوتينيس تيشو بتلف نفسها عشان هي طويله جدا، طبيعي المكان اللي هتبقى موجوده فيه هتعمل مكانه نوديول خلاص عشان هي كبيره. فالنوديول دي هيحصل ايه؟ طول ما البارازايت موجود هيحصل انفلاماتوري اكشن، هيطلع خلايا مناعيه الجسم حوالين البارازايت، فالخلايا المناعيه دي مع الوقت بتموت، فهيحصل ايه؟ هيحصل لها فايبروزس ويحصل لها كالسيفيكيشن، فتبقى حاجه شبه ايه؟ نوديول كده جامده جدا في يعني ملمسها جامد فيرم خلاص، وبتبقى نون تندر، يعني مش ايه؟ لو جينا دوسنا عليها، لو العيان ده جالنا العياده وعنده نوديول في جسمه جينا دوسنا عليها مش هنلاقيها بتوجعه اصلا خلاص. فدي حته مميزه برضو ان هي نون تندر يعني مش بتوجع. خلاص يبقى دي بالنسبه للانكوسيركوما. انكوسيركوما قلنا جاي من كلمه تيومر او نوديول، نوديول بتبقى نتيجه ان البارازايت موجود في السبكيوتينيس تيشو، حصل ضده انفلاماتوري اكشن، حصل كالسيفيكيشن وفايبروزس، فسميناها ايه؟ سميناها انكوسيركوما. خلاص طيب يبقى تاني الباثولوجي باختصار،
قلنا بيأثر على حاجتين مميزين جدا، السكين والاي. قلنا بيعمل في السكين انفلاماتوري اكشن عادي، الشخص ده بيهرش، السكين بيحمر ومش عارفه ايه نتيجه الانجين انتي بودي اميون كومبلكس. تاني حاجه بيأثر عليه هي الاي، بيحصل برده انفلاماتوري اكشن في الاي، الاي بيحصل لها اديما، وكمان بيحصل يعني ديستربنس في الفاسكولاريتي بتاع الاي، وهنستفيد اكتر في الكلينيكال بكتشر عن الاي. بعد كده بتعمل حاجه مهمه، قلنا البارازايت بتاع الاونكوسيركاس وولفراس ده مليان بالسواد، عندنا اللي هو بيسببه الفيكتور بلاك فلاي خلاص، وتاني حاجه سودة اللي هي السوده، السوده دي في الباثولوجي او كلينيكال في الباثولوجي وفي كلينيكال بيكتشر برده. السوده دي عباره عن ايه؟ برده عباره عن انفلاماتوري اكشن او هايبر اكتيف انفلاماتوري اكشن، لكن بيحصل فين؟ بيحصل في السكين بتاع الليج، وهنشوف صوره عليه دلوقتي خلاص. كمان ممكن المايكروفلاريا تروح على الليمف نودز تتجمع بنسبه كبيره جدا فتسد الليمف نودز وتعمل حاجه اسمها اوبستراكتيف ليمفادينايتس. كمان اخر حاجه ممكن تعملها حاجه اسمها اونكوسيركوما. اونكوسيركوما نتيجه ان البارازايت اللي هي الفيميل يعني لفه نفسها وموجوده في السبكوتينيوس تيشو، هيحصل ضدها انفلاماتوري اكشن على النوديول دي، فبعدين هيحصل انفلاماتوري اكشن حوالين النوديول، فايه هتعمل حاجه شبه ايه، هيحصل فايبروز كالسيفيكيشن فتعمل حاجه شبه التيومر، فهنسميها اونكوسيركوما، ولو جينا دوسنا عليها مش هنلاقيها، بتوجعه نون تندر خلاص. ده بالنسبه للباثولوجي. ادي يا دكاتره صوره للسكين اهو، السكين حصل فيه انفلاماتوري اكشن واحمر خلاص، ده بالنسبه للانفلاماتوري اكشن اللي بيحصل في السكين. طيب ادي السوده يا دكاتره شايفينها عامله ازاي، السوده دي برضو هاي دي اللي هي على اليمين، دي رجل طبيعي، اللي على الشمال اللي هي مكتوب عليها رقم بي، مكتوب عليها بي دي، دي هتبقى ايه، دي السوده، شايفين الليج عامله ازاي، سوده وحصل فيها انفلاماتوري اكشن هايبر اكتيف، فدي بنسميها سوده. نبص على الشكل كويس عشان يعني في المستقبل احنا مش ضامنين، ممكن يجي لنا حاله عندها اونكوسيركيزس او عندها ريفر بلايندنس، من يدري يعني. فدي بالنسبه للسوده. كمان عندنا الاي، قلنا ان هي بتعمل حاجه اسمها ريفر بلايندنس، ادي هو يا دكاتره اونكوسيركيزس او ريفر بلايندنس اللي بيحصل في الاي. العين اللي هي دي سليمه، اما العين دي اللي فيها ايه، دي اللي فيها بلايندنس او فيها الليش خلاص، نتيجه ان البارازايت اصلا او المايكروفلاريا راحت في العين. احيانا اصلا ممكن نشوف اصلا البارازايت جوه العين او نشوف المايكروفلاريا جوه العين عادي خلاص، فهي راحت جوه العين وحصل انفلاماتوري اكشن ضدها، فايه عملت حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها ريفر ريفر بلايندنس خلاص. طيب الصوره اللي بعدها بقى اللي هي الاونكوسيركوما، شايفين يا دكاتره الاونكوسيركوما دي عباره عن ايه، نوديول. هنعرف الاماكن في الكلينيكال بيكتشر، يعني اماكن بتبقى يعني على حسب المكان او على حسب الدوله اللي موجوده فيها، النوديول دي بتبقى موجوده في منطقه معينه خلاص. طيب دلوقتي النوديول هي عباره عن نوديول نتيجه وجود البارازايت ملفوف في سب كوتينيوس تيشو بقى في اي مكان، والبارازايت ملفوف حوالين نفسه فبتعمل حاجه شبه نوديول، والنوديول دي بيحصل فيها فايبروز وكالسيفيكيشن عشان خاطر حصل انفلاماتوري اكشن، وبتبقى نون تندر فبنسميها اونكوسيركوما عشان بنشبهها بالتيومر يعني خلاص. شايفين يا دكاتره؟ طيب نيجي بقى للجزء بتاع الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر هي شبه الباثولوجي بس مستفيض شويه في الاعراض عشان خاطر تبقى عندك فكره عن الاعراض بتاع الشخص اللي جاي لك. طيب عندنا برضو قلنا كلينيكال بيكتشر شبه الباثولوجي، فالشخص برضو البارازايت هيأثر على ايه، هيأثر على السكن بنسبة كبيرة، وهيأثر برضو على الاي بنسبة كبيرة. طيب هيأثر على السكن هيعمل حاجة اسمها بيريورايتس. بيريورايتس يعني حاجة، يعني حاجة اسمها صدفية خلاص، صدفية دي ان الجلد مثلا بيحصل فيه انفلاماتوري اكشن فتحسه كده يعني خشن وجامد، عشان كده سميناها ايه، صدفية. هنعرف ليه جات منين البريورايتس او صدفية دي، من عدة ايه، من عدة اعراض خلاص. طيب كمان هيحصل حاجة اسمها بابيلو ارتكاريا درماتيتس، طبيعي حصل انفلاماتوري اكشن في كل انحاء الجسم، طبعا هيبقى فيه بابيلو ارتكاريا درماتيتس. ارتكاريا دي حساسية جلدية، الشخص يفضل يهرش وجلده يحمر ومعرفش ايه. تمام طيب الاعراضين او الاعراضين دول بيبقوا طبعا نتيجه المايلد انفكشن، هي لسه الانفكشن في بدايه مراحلها، فطبيعي في بدايه مراحلها تبقى مقتصره على البيليورايتس وعلى ايه، وعلى الارتكاريا ديرماتيتس خلاص. فطبيعي هي في بدايه مراحلها فبتبقى في النون انديميك اريا، يعني في اريا يعني مثلا فرضا ان البارازيت ده موجود في مصر اكيد هيبقى موجود في مصر بنسبه قليله جدا خلاص. فلو لا قدر الله اتواجد في مصر بنسبه قليله جدا وشخص اتصاب بيه، فالاعراض اللي هتظهر عليه في البدايه هتبقى ايه، هتبقى بريورايتس وارتكاريا درماتيتس، لانه ايه،
لانه لسه في المايلد انفكشن، يعني لسه في بدايه مراحله، وفي هي كمان وبتبقى في نون انديميك اريا كمان خلاص، يعني الاريا دي او مصر دي مش البارازايت مش منتشر فيها بنسبه كبيره مثلا زي الدول الافريقيه. لكن لو موجود في الدول الافريقيه طبعا الشخص اول ما تعدى هيجي له اعراض خطيره جدا خلاص، زي اللي هنقولها دلوقتي خلاص. طيب تاني حاجه معانا اللي هي هتبقى الاونكوسيركيزس. الأونكوسيركايز هي دكاترة اللي هي ايه، اللي هي الأونكوسيركوما بتاعتنا، او الأونكوسيركوما معها شوية حاجات كده تمام. طيب الأونكوسيركوما يا دكاترة قالك على حسب مكانها، لو مثلا مش احنا قلنا البرازايت بيبقى موجود في أفريقيا وبيبقى موجود في سنترال أمريكا، فعلى حسب بقى المكان. لو البرازايت موجود في أفريقيا قالك ان البرازايت بيعمل نوديولز خلاص، النوديولز او الأونكوسيركوما دي في افريقيا بتبقى موجوده بنسبه كبيره جدا في اللور هاف اوف ذا بادي. يبقى دلوقتي النوديولز في افريقيا بتبقى موجوده فين؟ في اللور هاف اوف ذا بادي خلاص، ده بالنسبه للانكوسيركوما في افريقيا. بينما في امريكا يعني في الدول الامريكيه بتبقى موجوده في الابر هاف اوف ذا بادي خلاص. يبقى دلوقتي عندنا في افريقيا الانكوسيركوما في ايه، في اللور هاف. امريكا يعني حسها اهدس شويه من افريقيا طبعا، فتبقى موجوده في الابر هاف اوف ذا بادي تمام. فاكرين الصوره دي؟ اهي الصوره دي يا دكاتره بتوضح هنا يا دكاتره الانكوسيركوما اهي شايفينها دي الانكوسيركوما موجوده فين؟ موجوده في الهيد. الهيد دي طبعا من ضمن الابر هاف اوف ذا بادي، فدي هنلاقيها منتشره جدا في ايه، في سنترال امريكا. لو لقينا في الابر هاف اوف ذا بادي او في الهيد مخصوص دي نعرف ان الليشن دي متعلقه بايه، بسنترال امريكا، لان هي موجوده النوديولز موجوده في الابر هاف اوف ذا بادي. لكن لو لقيناها في اللور هاف اوف ذا بادي زي في حته زي جروين، الحته اللي انا مشوره عليها دي اسمها جروين خلاص، فدي هتبقى متعلقه اكتر بالدول الافريقيه، لان النوديول بتبقى منتشره في اللور هاف اوف ذا بادي خاصه في الدول الافريقيه. فالنقطه دي مهمه جدا ان هي ممكن تكون موضع اسئله، يقول لك ترو او فولس، او يقول لك ايه، او يقول لك ام سي كيو، يقول لك مثلا ان النوديول او الانكوسيركوما في سنترال امريكا بتبقى موجوده بنسبه كبيره في اللور هاف اوف ذا بادي، صح ولا غلط؟ لا فولس، عشان هي بتبقى موجوده بنسبه كبيره في الابر هاف اوف ذا بادي خاصه فين، خاصه في الهيد. طيب شويه حاجات برضو، السلايد دي مهمه جدا جدا، كلينيكال بيكتشر دي اصلا تقريبا يعني البارازايت هيجيب كل الاسئله بتاعته هيجيبها اغلبها في الكلينيكال بيكتشر خلاص. طيب نركز بقى، عندنا في افريقيا قلنا الانكوسيركايز بيبقى مقتصر على ايه، قلنا اول حاجه النوديول. طب تاني حاجه قال لك برضو قسم الدول الافريقيه حاجتين، في حاجه اسمها فورست يعني في الغابات، وحاجه في السافانا يعني غابات السافانا تمام، او حشائش تقريبا السافانا على ما اعتقد تمام. طيب لو البارازايت بيبقى موجود في الغابات الافريقيه في الفورست هيبقى فيه ايه، هيبقى فيه سيفير سكين ليشنز، يعني طبعا السكين هيبقى متدمر لو هو موجود في الغابات بتاع الدول الافريقيه، يبقى فيه سيفير سكين ليشنز. كمان هيبقى فيه نيومرس نوديولز، النوديولز هتبقى كتيره جدا خلاص، وفي نفس الوقت هيبقى فيه فيو مايكروفلاريا، المايكروفلاريا هتبقى قليله، فبالتالي هيبقى فيه لو ريت اي ليشنز. المايكروفلاريا معدلها لو كبير فمعدل الاي ليشنز بيبقى كبير، لو معدلها قليل فالاي ليشنز بيبقى قليل. فنفتكر كده ان هي في الفورست، في الفورست يا دكاتره هيبقى فيه ايه، السكن ليشنز هتبقى اكتر والنوديولز هتبقى اكتر كمان. مش النوديولز دي يا دكاتره من ضمن السكن ليشنز، لان هي اصلا في السبكيوتينيس تيشو فنعرفها كده، في الفورست، في الفورست. يبقى دلوقتي عندنا السكن ليشنز هتبقى اكتر، فبالتالي النوديولز هتبقى اكتر تمام. نعكس الباقي، هيبقى فيه فيو مايكروفلاريا، المايكروفلاريا هتبقى اقل، فبالتالي هيبقى فيه الاي ليشنز هتبقى قليله. مهم جدا الحاجات اللي عملناها بالاحمر دي موضع اسئله. يبقى في الفورست بتاع افريقيا لو جه فيها اونكوسيركايز هيبقى عامل ازاي، الاعراض هتبقى ايه، هيبقى فيه سيفير سكن ليشنز خلاص، فبالتالي هيبقى فيه نوديولز كتير. طيب المايكروفلاريا هتبقى قليله، فبالتالي هيبقى فيه لو ريت اي ليشنز تمام، لان المايكروفلاريا معدلها متعلق شويه بالايه، بالاي ليشنز. كمان السكن ليشنز متعلقه بالنوديولز خلاص، فهنا عندنا في الفورست نوديولز اكتر، سكن ليشنز اكتر، اي ليشنز اقل، مايكروفلاريا اقل خلاص. طيب بالنسبه بقى لحشائش السافانا اللي موجوده في افريقيا برضو بيبقى ايه، بيبقى بالعكس. يعني ايه العكس؟ يعني دلوقتي عندنا هنلاقي ايه، هنلاقي السكن ليشنز اقل
وكمان هنلاقي انه ديولس اقل، والليمف جلاندز برضو مش هتبقى ايه، مش هتبقى يعني برضو لسه كبير، مش هتبقى متأثرة، او الليمف نودز مش هتبقى متأثرة خلاص. يبقى دلوقتي هنلاقي عكس الفورست، استبنى عكس الفورست، هنلاقي السكن ليشنز اقل والنوديولز اقل والليمف نودز مش متأثرة، دي حاجة. هنلاقي المايكروفلاريا زيادة ونلاقي الاي ليشنز زيادة خلاص. يبقى المايكروفلاريا زيادة والاي ليشنز هتبقى ايه زيادة. يبقى استبنى عكس ايه، عكس الفورست، استبنى عندنا سكن نوديولز اقل، سكن ليشنز اقل، لكن عندنا المايكروفلاري اكتر، فبالتالي الاي ليشنز اكتر. الاي ليشنز اكتر هي دكاتره فين؟ في السافانا خلاص. طيب نيجي بقى في امريكا، قلنا في امريكا نوديولز بتبقى مشهوره جدا، هي بتبقى موجوده فين؟ موجوده في الابر هاف اوف ذا بادي، خاصه في الهيد، تمام زي ما وريت لكم في الصوره تمام. طيب قالك بقى ان السكن ليشنز والمايكروفلاري بتبقى زياده خلاص، لكن الاي ليشنز بتبقى اقل. زي ايه؟ زي الفورست لو تفتكروا. يبقى دلوقتي عندنا الامريكان، الامريكان زي الفورست بالظبط، السكن ليشنز والنوديولز بتبقى اكتر بينما الاي ليشنز بتبقى اقل خلاص. زي ايه؟ زي الفورست افريكا، بينما السافانا هي الحاله الوحيده. يبقى بصوا نسكمها كده، ان السافانا هي الحاله الوحيده ان الاي ليشنز بتبقى فيها اكتر خلاص. يبقى نعرف كده السافانا هي الحاله الوحيده ان اللي فيها الاي ليشنز بتبقى اكتر بس خلاص، بينما الاي ليشنز بتبقى اقل في حاجتين، في الفورست وبتبقى اقل كمان في سنترال امريكا خلاص. يبقى ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر. دي تاني حاجه اللي هي الاونكو سيركيز. طيب نيجي بقى دكاتره الكلينيكال مانيفيستيشنز، ممكن نختصرها يعني في كذا بوينت كده، وبرده السلايد دي مهمه جدا. اول حاجه معانا السكن تشينجز، يعني ايه بقى التغيرات اللي تحصل في السكن عموما. يعني اول حاجه طبعا السكن هيحصل فيه انفلاماتوري اكشن، فالسكن هيبقى ايه، هيبقى هوت واديمتس وبينفل طبيعي. طيب بعدين بقى بيقول لك ان السكن هيبقى بيربلش، يعني ايه بيربلش؟ هيبقى بنفسجي كده نتيجه برضو الانفلاماتوري اكشن. ولما السكن يتحول لبيربلش هوريكم كل نقطه هتكلم فيها هوريكم صوره عليها خلاص، عشان ما تخافوش يعني من الكلام. طيب يعني ايه بقى السكن بيربلش؟ حاجه اسمها مال مرادو. يعني ايه مال مرادو؟ تقريبا هي كلمه فرنسيه على ما اعتقد، فتقريبا اللي اكتشف الحاله دي او سماها راجل فرنسي، ما مش موضوعنا ان افتكر كده ان هي بيربلش بنفسجي، بنسميها مال مرادو. مال مرادو يعني بيربلش، السكن بيبقى بيربلش خلاص. مهم كل المسميات دي، ومهم الحاجات اللي انا عامله عليها احمر وحاطه تحت خط. يبقى بيربلش سكن يعني مال مرادو. بيحصل فين؟ بيحصل في الانكوسيركيزس او بيحصل في الانكوسيركلس فولفلس خلاص. ادي اوريكم يا دكاتره ده المال مرادو يا دكاتره، شايفين السكن عامل ازاي في حاله الانكوسيركيزس او في الريفر بلايندنس؟ السكن بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى اهو بنفسجي، وهتلاقوا الكلام المكتوب ده اصلا فرنش فمالكوش دعوه بيه. يبقى دي مال مرادو، دي مال مرادو يعني ايه؟ يعني بيربلش سكن خلاص. طيب تاني او تالت حاجه معانا في السكن ليشنز، السكن بيحصل له سيكنينج برضه نتيجه انفلاماتوري اكشن، فبالتالي هو بقى سك، فبالتالي هيعمل ايه؟ هيحصل لوس للالاستيستي بتاعته، السكن مش هيبقى الاستيك يعني مش هيبقى مرن كده خلاص، فيحصل سيكنينج للسكن ولوس اوف الاستيستي. بنسميه ايه؟ بنسميه ليونين فيس. يعني ايه ليونين فيس؟ السكن بتاع الوش هيحصل له سيكنينج، هيبقى سيك جدا، هو ايه هيحصل له في الاسيستي، فبنسميه ليونين فيس. يعني ايه ليونين فيس؟ شايفين شايفين دي، هل لكم من تتخيلوا مدى بشاعه المنظر اسفه يعني ان الست دي شايفين وشها او الجلد بتاع وشها عامل ازاي نتيجه البارازايت؟ البارازايت ده خطير جدا. يعني اصلا اليونين فيس ده، اليونين فيس ده اصلا برضو بيجي في حاجة اسمها ليبروسي. ليبروسي ده حاجة مرض اسمه الجذام، معرفش انتوا خدتوه ولا لأ، بس انتوا غالبا هتاخدوه في الجلدية في سنة تالتة بإذن الله، تاخدوه باستفاضة يعني. فبيبقى في برضو اليونين فيس، برضو الجلد بيبقى سميك جدا جدا سميك جدا نتيجة الانفلاماتوري اكشن، نتيجة برضو وجود المايكروفلاريا في السكن او وجود البارازيت في السكن، فبيحصل له سيكنينج وبيحصل له لوس اوف الاستيستي، فبنسميها اليونين فيس. يعني ايه اليونين فيس؟ اليونين جاي من ايه؟ جاي من لاين، يعني جاي من اسد خلاص. فهو لو بصيتوا فعلا لوشها تحسوها فعلا وشها شبه الاسد خلاص. فدي ايه؟ دي من ضمن الكلينيكال مانيفيستيشن اللي هي السكن يحصل له سيكنينج،
فبنسميها اليورين فيس. يبقى اول حاجه معانا المال مراده، السكن بيبقى بنفسجي. تاني حاجه معانا السكن بيحصل له سيكنج ولوس اوف الاستيستي، بنسميها اليورين فيس. وريكم الصوره. تالت حاجه السكن بيحصل له لايكنفيكيشن او سكيلينج. يعني ايه لايكنفيكيشن او سكيلينج؟ يعني الجلد بتاعه بيتكون عليه قشور، بيتكون عليه ايه؟ قشور. خلاص، بتبقى شبه السكن بتاع الليزرد بتاع السحليه. خلاص، يبقى السكن بيتكون عليه قشور. شايفين؟ شايفين السكن عامل ازاي؟ بيبقى شبه السكن بتاع السحليه، بيتكون عليه قشور. بيحصل حاجه اسمها لايكنفيكيشن او سكيلينج، فبيبقى شبه الليزرد سكن او شبه جلد السحليه. وعلى فكره اللايكنفيكيشن او السكيلينج ده تاخدوه برضو باستفاضه في الجلديه في سنه ثالثه. تمام، يبقى لايكنفيكيشن او سكيلينج نعرف ان ده اسمه ايه، ليزرد سكن. لايك ال وال، يعني عشان ما تنسوش ال لايكنفيكيشن هيبقى ايه، ليزرد سكن على طول. خلاص، سكيلينج برضو هو ليزرد سكن. سكيلينج يعني الجلد يبقى عليه قشور. خلاص، طيب دي من ضمن الحاجات. نيجي بقى الحاجة كمان عندنا طبعا الايه، البارازايت. قلنا المايكروفلاريا بتروح على الليمف نودز. خلاص، من ضمن الليمف نودز دي المشهورة جدا اللي بتروح عليه هي الانجواينال ليمف نودز. الانجواينال ليمف نودز اللي هي موجودة في منطقة الجروين عند البلفس كده. خلاص، هتروح هتسدها، فهيحصل حاجة اسمها هانجنج جروين. هانجنج جروين ان الجروين من كتر ما حصل فيه تجمع للمايكروفلاريا وحصل يعني نوديولز مثلا، او يعني حصل انفلاماتوري اكشن، الجروين يعني هيكبر في الحجم، فيبقى هانجنج يعني متعلق كده. خلاص، هانجنج يعني متعلق او نازل كده. خلاص، فده بنسميه هانجنج جروين. خلاص، برضو عرفوه. كمان السكن ممكن يحصل فيه areas of depigmentation، يعني ممكن نلاقي مناطق من السكن كده حصل فيها depigmentation، يعني هنلاقي السكن فقد الصبغة بتاعته او اللون بتاعه اللي احنا عارفينه، فيحصل حاجة اسمها leopard skin. leopard skin يعني السكن فقد الايه، البيجمنت بتاعته، يعني فقد الصبغة بتاعته، فبنسميها leopard skin. اهو leopard skin، اهو شايفين يا دكاترة ان السكن اصلا يعني ليه لون معين. في الدول الافريقية طبعا بيبقى اسود، فهو فقد ايه، فقد اللون ده، فبنسميها leopard skin. يبقى leopard skin مهم نعرف ان هي ايه، loss of depigmentation من some areas of skin. كل الحاجات اللي انا بقولها دي مهمة، مهمة جدا وموضع اسئلة. طيب، سابع حاجه معانا بالنسبه للسكن ليشن حاجه اسمها السوده اللي احنا لسه قايلينها. ادي دكاتره السوده، انا وريتكم صوره ليها فمش هجيبها تاني بقى. فالسوده اللي هي ايه، اللي هي دي، والله ما انا مزعله عليكم، ادي السوده يا دكاتره. خلاص، فاحنا عرفناها واتكلمنا عليها قبل كده. خلاص يا دكاتره، طيب يبقى دي بالنسبه للسكن ليشنز. عندنا اول حاجه المال مرادو بيحصل ايه، بيربلش سكن. ادي المال مرادو بيربلش سكن. بعدين اليورين فيس، ان السكن يبقى سك وبيبقى ايه، لوس اوف الاستيستي. بعدين عندنا ليزرد سكن. ليزرد سكن نتيجه لايكنفيكيشن ال ليزرد سكن نتيجه اللايكنفيكيشن او السكيلينج، فكون قشور على الجلد بقى شبه جلد السحليه كده. عندنا ليوبارد سكن. ليوبارد سكن يعني السكن حصل فيه دي بيجمنتيشن في بعض المناطق. خلاص، دي بنسميها ليوبارد سكن. طيب بالنسبة للكلينيكا مانفستيشن بيحصل ايه تاني؟ بيحصل ايه؟ طبعا اونكو سركوما اتكلمنا عنها باستفاضة، وبيحصل اوكيولار مانفستيشن في الاي طبعا معروفة، وبيحصل لينف نود انلارجمنت برضو اتكلمنا على كل دول. خلاص يا دكاترة، طيب ده بالنسبة لايه، الكلينيكال بيكتشر. نيجي بقى للنقطة بتاعة تريتمنت. فممكن يا دكاترة برضو عشان ما ننساش، الكلينيكال مانيفستيشنز بتاع السكن نختصرها في ثلاث، يعني نختصرها في كلمة كده، ثلاثة ال وام. عندنا الام اللي هو ايه، اللي هو المال مرادو. مال مرادو، خلاص، ثلاثة ال، ليوناين فيس، ليزرد سكن، وليوبارد سكن، ثلاثة ال هم. خلاص، طيب نيجي بقى لاخر نقطة معانا، انا اسفة لو طولت عليكم، هي نقطة التريتمنت. نقطة التريتمنت يا دكاترة مسكمها لكم في حاجة اسمها داي ايفر سير، يعني موت، يعني هو انت جالك المرض ده وبقيت متبهدل كده من كل ناحيه، فانت تموت بقى، تموت وتريحنا. خلاص، فداي ايفر سير يعني دي الحاجه بتاع السكيما بتاع التريتمنت. طب التريتمنت عندنا داي ايسايل كاربامازين، تمام، يبقى داي ايسايل كاربامازين، تمام. ايفر ميكتين، يبقى ايفر ميكتين، يبقى داي ايسايل كاربامازين وايفر ايفر ميكتين،
سير عندنا حاجة اسمها سيرامين، سيرامين خلاص، وسير كمان هي سيرجري، احنا ممكن نعمل سيرجري. طب نفسر بقى الايفرمكتين ده. الايفرمكتين ده بيقولك ان هو مش يعني، هو لحد دلوقتي يا دكاترة اللي خلاني اجيب الاسكيما، ان هو بيقولك اصلا ان هما ملقوش تريتمنت فعال اللي هو يموت البارازايت، لكن التريتمنت دي يعني ممكن تعمل ايه، ممكن ان هي توقف البرودكشن بتاع الميكروفلاري، يعني ان هي ممكن تلعب مثلا في اليوترس او في الرحم بتاع الادلت فيميل، بحيث ان هي ايه، ان هي توقف، ان تخلي الفيميل دي مش ما تطلعش مايكروفلاريا كتير. خلاص من ضمن الادويه دي اللي هو الايفرمكتين. الايفرمكتين ده مش بيقتل الادلت بارازايت، لكن هو بيمنع الانترايتراين ديفلوبمنت للمايكروفلاريا، هو بيوقف النمو بتاع المايكروفلاريا جوه جسم الادلت، فبالتالي ممكن يقلل من عدد البارازايت شويه. خلاص يبقى ده بالنسبه للايفرمكتين نقطه مهمه برده ممكن يسال فيها. خلاص يقول لك ترو فورس ان هو بايه، ان هو بيكل الادلت، لا هتقول فورس ان هو اصلا ما بيقتلش الادلت، لكن هو بيساعد ان هو بيمنع الانتراتراين ديفلوبمنت للمايكروفلاري. طيب فانا بقى عشان خاطر هو مفيش تريتمنت معين، فانت موت بقى، موت وخلاص، الاعراض دي كلها مفيش تريتمنت، موت البازايت، لا خلاص موت. فقلناها داي ايفر سير، داي داي ايسايل كاربامازين، ايفر ايفر مكتين، وعندنا سير اللي هو السيرامين. واخر حاجه ممكن نعملها ممكن نعمل سيرجري. السيرجري دي لو في حاله مثلا ان الشخص ده في جسمه نوديولز كتير، فطبعا احنا عارفين ان النوديولز دي بيبقى في قلبها البارازايت، خاصه الفيميل بتاع البارازايت، تمام. فاحنا ممكن نشيل النوديولز دي، وطبعا ده برضو طريقه فعاله للعلاج، ان احنا لما نشيل النوديولز دي هنشيلها بالبارازايت اللي جواها، وطبعا هي بقى فيها الادلت ستيج، يعني اغلب النوديولز دي بقى فيها الادلت ستيج من البارازايت، فاحنا هنساعد ان احنا نحد من البارازايت، فالادلت مش تقدر ايه، مش تقدر ان هي يحصل فيرتلايزيشن او تنزل مايكروفلوريا، فده طبعا طريقه فعاله جدا هي السيرجري دي، تمام. طيب نراجع بقى مراجعه سريعه كده على الكلام ده. يبقى مراجعه سريعه، عندنا اول حاجه بنتكلم عن ايه، عن بارازايت اسمه اونكوسيركس ايه فولفلس. قلنا اونكوسيركس لانه ايه، اونكوسيركس معناه ان هو بيعيش إيه؟ بيعمل تيومر او نوديول، دي اونكوسيركس. فولفلس ان البارازايت الفيميل حجمها كبير او طويله، فبتعمل بتلم نفسها او بتلف نفسها في النوديول اللي موجوده فيها دي، عشان كده سميناها فولفلس، تمام. ده بالنسبه للديزيز اللي بتعمله، بتعمل حاجه اسمها اونكوسيركايزس او ريفر بلايندنس، الاسمين مهمين جدا. خلاص طب هي موجوده فين؟ بتبقى موجوده في تروبيكال افريكا او موجوده في سنترال امريكا، تمام. طيب المورفولوجي بتاعها قلنا ثلاث حاجات، عندنا ادلت ميل وفيميل، وعندنا مايكروفلاريا، وعندنا لارفال. الميل وفيميل، الميل اكبر من ايه، الفيميل اكبر من الميل، تمام. والاثنين بيبقوا ثريد لايك، شبه ايه، شبه الحبل، وكمان بيبقوا الاثنين عندهم تابرنج انز، بيبقى لونهم ايه، بيبقى كريمي وايت، تمام. طيب المايكروفلاريا مهم ان احنا نعرف ان هي انشيتد وايه، وما فيهاش نيوكلياي في التيل. طيب اللارفا مش هنتكلم عنها، او مش هنقول غير ان هي لارفا، دي الثيرد ستيج بتاعتها بتبقى الانفكتيف ستيج. ادي صوره هي البارازايت اهو كريمي وايت. اللايف سايكل قلنا ايه، قلنا الهابيتات هيبقى ايه، هيبقى السبكوتينيوس تيشو، والديفينيتيف هوست هيبقى المان، والفيكتور هيبقى الحشره اللي هي اسمها بلاك فلاي، بلاك شبه سودا شبه السم، فبنسميها سيميوليا. والانفكتيف ستيج هتبقى الثيرد ستيج لارفا. المود اوف انفكشن هيبقى ايه، لما الشخص ده يحصل له بايت بالسيميوليوم دي. الباثولوجي، الباثولوجي قلنا ان هيبقى فيه ايه، هتاثر بنسبه كبيره على السكين والاي نتيجه الانفلاماتوري اكشن. اول حاجه على السكين، هتعمل برضه انفلاماتوري اكشن في السكين، هيهرش وهيحمر وكده. طب السوده دي حاجه برضه قلنا البارازايت ده مليان بالسواد، بلاك فلاي سيم يوليوم، بلاك سودا شبه السم، وعندنا السودة تاني حاجة في الباثولوجي. السودة دي برضو كومون في يعني في يمن، وهي بتبقى هايبر اكتيف انفلاماتوري اكشن، وخاصة بتبقى موجودة فين، بتبقى موجودة في الليج، طيب في السكين بتاع الليج. طب الاي هيحصل برضو فيها انفلاماتوري اكشن نتيجة وجود الديد مايكروفلاريا في الاي، فممكن اصلا الشخص ده يحصل له بلايندنس. طب الليمف نودز برضو هيحصل ايه، اوبستراكتيف ليمفادينايتس، او ممكن يحصل حاجه اسمها اونكوسيركوما اللي هي ايه، نتيجه وجود البارازايت في السبكوتينيوس تيشو، فيحصل انفلاماتوري اكشن حواليه، ويحصل ايه، ويحصل كالسيفيكيشن وهاردنس، او يحصل كالسيفيكيشن وفايبروزس.
فايه فيكون حاجه كده شبه النودول، يعني بتبقى شبه التيومر، عشان كده سميناها ايه اونكوسركوما. طيب كلينيكال بيكتشر سمناه، قلنا لو هو في بدايه المراحل او في نون انديميك اريا هيبقى فيه ايه، هيبقى فيه بريرايتس وبابل ارتكاريا ديرماتايتس في نون انديميك اريا او في ايه في مايلد انفكشن. طيب ممكن يحصل اونكوسيركايزس. الاونكوسيركايزس ممكن يبقى في حاجتين، مش احنا قلنا البرازيت موجود في منطقتين، بيبقى موجود في افريكا وموجود في امريكا. فلو هو في افريكا هنقسمه حاجتين، في افريكا سوري هيبقى النوديولز موجوده في اللور هاف اوف ذا بادي، لو في امريكا النوديولز هتبقى موجوده في الابر هاف اوف ذا بادي. لو في افريكا، عندنا في افريكا هنقسمه حاجتين، يا اما في فورست في الغابات يا اما في حشائش السافانا. لو في فورست هيبقى فيه ايه، هيبقى فيه سيفير سكن ليشنز، وكمان هيبقى فيه نيومرس نوديولز. خلاص النوديولز هتزيد والسكن ليشنز هتزيد، الميكروفلاريا هتقل وبالتالي الاي ليشنز هتقل، ونفسها الامريكان، الامريكا برضو عندنا السكن ليشنز هتزيد والنوديولز هتزيد والاي ليشنز هتقل شبه الفورست. سافانا نعرف ان هي الوحيده اللي بيبقى فيها السكن، اللي بيبقى فيها الاي ليشنز اكتر، السكن ليشنز اقل والنوديولز اقل. خلاص ده بالنسبه للسافانا. طيب السكن هيحصل فيه شويه تغيرات، هيبقى هوت واديميتس وبينفر طبيعي، حاجه بقى اسمها مالمورادو، ان السكن يبقى ايه بيربلش، يبقى بنفسجي. 3 ال ليونين فيس سيكنينج ولوس اوف الاستيستي. تاني ال ليزرد سكن لايك كينيفيكيشن وسكيلينج، جلده هيبقى عليه قشور. تالت ال ليوبارد سكن، يعني في areas of depigmentation، لو يعني ليوبارد سكن areas of depigmentation. طيب ممكن تأثر على الليمف نود، هتعمل حاجة اسمها هانجينج روين لما تأثر على الانجواينا الليمف نود. كمان السودة عرفناها قبل كده، والأونكوسيركوما عرفناها، اوكيلار مانيفستيشنز عرفناها، والليمف نود انلارجمنت عرفناه. طيب ادي هي صوره ل ال مال مرادو، وادي صوره للنايم فيس، وادي صوره للليزرد سكن، وادي صوره للليوبرد سكن. التريتمنت قلنا ايه، داي ايفرسيل، داي ايسايل كاربامازين، ايفرمكتين، وايفرمكتين مش بيقتل الادلت لكن هو بيساعد على ان هو يمنع الانترايتراين ديفلوبمنت اوف مايكروفلاريا، وعندنا السيرامين وعندنا السيرجي. طيب ايه الاسئله اللي معانا؟ عندنا اول حاجه بيقول لك ايه هي الانفكتيف ستيج بتاع الانكوسيركاريا، هل هي الفيرست ستيج ولا السكند ستيج ولا الثيرد ستيج لارفا؟ شطار، ثيرد ستيج لارفا. طب السودة هي عباره عن سكين ليشن، بتاثر مينلي على ايه، على السكين بتاع ايه، الارمز ولا الليجز ولا الابدومين؟ الليجز. تمام بيقول لك all of the following occur in Africa savanna except multiple nodules less severe skin lesions higher incidence of eye lesions. كل ده بيحصل ما عدا حاجه معينه، يعني حاجه واحده في السافانا يا دكاتره. احنا قلنا ان السافانا هي الوحيده اللي هيبقى فيها higher incidence of ايه of eye lesions. خلاص فدي صح، فمش هناخدها. طيب less severe skin lesions بتبقى اقل في السكن ليشنز. طب هل في multiple nodules؟ لا، فيو نديولز، فدي الحاجه اللي مش هناخدها، يعني مالتيبل نديولز هي النقطه اللي غلط. طيب بيقولك بيربلش سكين ديسكالريشن بنسميه ايه، مال مراد. تمام الانكوسيركوما ابيرينج ان ذا ابر هاف اوف ذا بودي موست كومن، في الابر هاف اوف ذا بودي موست كومن، فين في الهيد، وبتبقى كمان فين في امريكا. طيب all of the following used in treatment of onchocercosis except سيرامين تتراسايكلين دايسايل كاربامازين. ايه اللي غلط؟ تتراسايكل. شطار. طيب ترو فورس بقى، في حاله الانكوسيركايزس بيبقى في بينفول لينف نود انلارجمنت، بينفول لينف نود انلارجمنت، ترو ولا فولس؟ فولس، لانه مش بينفول. تمام ما بيبقاش بينفول خالص يا دكاتره، لو دوسنا عليه مش هيوجع. تمام طيب بيقولك في امريكان انكوسيركايزس بيبقى في سيفير اي ليشنز، سيفير اي ليشنز في الامريكان، دي ترو ولا فولس؟ فولس، لان اصلا مفيش اي ليشنز، احنا قلنا الامريكان شبه الفورست، الوحيده اللي فيها اي ليشنز كانت ايه، كانت السافانا، والسافانا دي تبع افريكا. تمام طيب المايكروفلاريا بتاع الانكوسيركاريا بتبقى انشيتد، صح بتبقى انشيتد، وكمان مبقاش فيه نوكلياي في التيل. طيب
الليوبرد سكين هو عبارة عن لايكنيفيكيشن للسكين. ليوبرد سكين هو لايكنيفيكيشن يا دكاترة، صح ولا غلط؟ فولس، لان الليوبرد سكين دي عبارة عن مناطق حصل لها دي بيجمنتيشن. لو نفتكر بقى كل كلمة ونفتكر الصورة اللي انا حاطه لكم عليها هنفتكر بالظبط هل دي صح ولا غلط. خلاص، لكن اللايكنيفيكيشن ده بيحصل مع الليزرد سكين. خلاص، طيب يبقى كده احنا الحمد لله حلينا الأسئلة، شرحنا المحاضرة. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، واسفة جدا على الاطالة. ربنا معاكم يا رب.